الو الو ايوه ازيك يا دكتور اسامة؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. والله اتعرف بيكي؟ مش لازم الاسم. ممكن مش لازم الاسم. طيب كم سنة؟ 25. 25 سنة. مرتبطة؟ متجوزة. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا تقليدي. بالك قد ايه متجوزة؟ يعني داخلين في سنتين دلوقتي. سنتين. عندك اولاد؟ لا. طيب احكي لي ايه الحكاية. هو الجواز كان تقليدي صراحة، في الأول في الخطوبة يعني ما كانش فيه حب أو حاجة، فقلت ممكن بقى معلش ومكاز يعني نتأقلم مع بعض وكده، لكن للأسف ما تأقلمناش، وللأسف طبعه بقى اكتشفت انه طبعه صعب جدا. طبعه صعب ازاي؟ يعني على طول حتى لو مشكلة فيه حصل ما بيننا خلاف بسيط، على طول بيكبر الموضوع، بيزعق، بيهين، بيمد ايده. بيمد ايده كمان. حصلت كذا مرة، وانا لان انا بابايا متوفي من وانا صغيرة، فانا بحب مامتي زيادة عن اللزوم، فكنت بخبي عنها المشاكل دي. فهو خد الموضوع ده نقطة ضعف، وبقى يتمادى اكتر لانه عارف ان انا مش هحكي لحد. طب مالكيش اخوات خلان حد يقف له؟ ما هو فيه، بس انا ما هو عشان يعني انا ما عنديش اخوات ولاد، ويعني عشان الموضوع يوصل لخاله لازم يوصل لماما الاول. طب ما هو معلش، انت بتحبي ماما وخايفة عليها، بس برضو في نفس الوقت اللي ملوش كبير يا بنت الناس يشتيله كبير، والراجل اللي اتعود على ضرب مراته واهانتها هيعيش يضربها ويهينها طول العمر، ولو وصلتي لمرحلة انك ما بقيتيش طايقة العيشة هيلوموكي. طب انت سكت ليه طول السنين اللي فاتت؟ ما هو ده اللي حصل فعلا، لان انا لما بعد فترة رحت عند ماما وحكيت لها اللي حصل، حصلت مشكلة برضو كبيرة، وجبنا ناس وقعدنا، وقعد يقولوا له خلاص وما تعملش كده تاني، وهو من النوع اللي هو بيفضل وهو متعصب يغلط ويقول كلام كتير مش صح وكلام كبير، وبعدين يرجع يعتذر ويقول انا اسف ومش هتتكرر تاني ومش هتحصل تاني، وتحس ان هو خلاص يعني فعلا تاب ومش هيعمل اي حاجة تاني. ويرجع تاني يعيد الكرة من اول وجديد. يرجع تاني ويعيد من اول وجديد. وحاليا انا في بيت اهلي وطالبة الطلاق، بس هو رافض يطلق. طب بص يا بنت الناس، انا ضد الطلاق وضد خراب البيوت، انما لو حاسة يعني لو حاسة ان في امل ان الراجل ده يتعدل وان الحياة بينكم تتظبط وكده يبقى شيء جميل جدا، انما لو حاسة ان في استحالة تعيشوا مع بعض وان الدنيا سودة وانك مش قادرة يعني تنسي الضرب والإهانة وانك خايفة تاني تخشي في المتاهة دي، يبقى خليكي مصرة على رأيك، لانك ممكن تدي فرصة تانية وما تنفعش، تيجي تتطلقي تبقى العقبات اكبر، فمحتاجة تقعدي مع نفسك تصفي نفسك كده جدا، وتعرفي مشاعرك الاول حاسة بايه واحاسيسك رايحة فين، وانا موافقة هعدي، عنده جزء من الرصيد يخليني اسامحه، ما عندوش. انت لا تاخدي القرار وما تخليش اي حد ياثر على قرارك، لان قرارك ده لازم انت اللي تاخديه بنفسك، لانك هتتحملي مسؤوليته ومسؤوليه تبعته.